ازيك يا صغنون؟ عايزك كده تذاكر وتطلعي الاولى. ها الاولى ان شاء الله. الاولى اهلا بالاولى. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ معاكي 20 جنيه. مفيش فلوس يا يحيى. وانا بقول لك سلفيني، انا عايز فلوس من اللي تيتا سايباها. ايوه، ما الفلوس اللي تيتا سايباها دي احتياطي لاي ظرف طارئ. هو الظرف طارئ حصل واصحابي عايزيني ولازم اروح لهم بتاكس. صحابك مين اللي عايز تروح لهم بتاكس؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ ما تنجزي بقى، كفايه هري. اللهم 20 جنيه عمي. هنجز بس جاوبني الاول، ينفع تسيب اخواتك البنات في نص الليل وتنزل عشان تصيعه؟ اصيعه سولفاج يا سلمى، ما يصحش. ثم انا سايبكم في صحراء ايه؟ هتخافوا؟ ده انتوا تخوفوا بلد، ده انتوا كتيبه رعب. انت رايحه فين انت كمان؟ لا ولا حاجه، انا مش عايزه اعطلكوا عن الخناق يعني، فانتوا كملوا وانا هاخد حاجتي واطلع اذاكر في البلكونه. ما شاء الله ادب واخلاق، الله اكبر. هات ال 20 جنيه بقى خليكي حلوه، اخد تاكس. مفيش فلوس يا اخي. يعني مش هتديني فلوس اخد تاكس؟ ماشي، عشانك يا سلامولي هركب الترولي. على فكره انت كاتبه السبيلنج غلط. ليه؟ السبيلنج غلط. شوز بالاف. اف عليك ولا عايز يعرفك؟ اطلع بره يا اف عليكي. ماشي يا سلامولي. ايام المذاكره دي كانت ايام.